تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ننقل لكم الصورة. هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية المختلفة بمواد غذائية ومستلزمات طبية إلى الأشقاء في قطاع غزة. عبر هذه البوابة، بوابة معبر رفح المصرية، كانت تعبر من قبل الشاحنات البترولية وأيضا بعض الشاحنات للمساعدات الإغاثية إلى الناحية الأخرى، ولكن قوات الاحتلال قامت بحرق معبر رفح الفلسطيني، بوابة معبر رفح الفلسطينية، بعد أن احتلته من قبل ومنعت دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية. لذلك خرج معبر رفح الفلسطيني عن العمل تماما، وكانت من قبل أيضا الشاحنات تدخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتدخل أيضا إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات بشتى الطرق، منها التحقق بالاشتباكات المستمرة بجانب معبر كرم أبو سالم أو حتى القصف المستمر بجانب معبر كرم أبو سالم، وفي بعض الأحيان أيضا تتحقق بها الإجازات الرسمية. بالإضافة لذلك أيضا اليوم تم سماح بدخول بعض الشاحنات بعد أن عبرت عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. أكثر من 30 شاحنة بالفعل تحركوا في اتجاه معبر كرم أبو سالم، بالإضافة لأربع شاحنات للمواد البترولية وتحديدا الغاز. أفرغت شاحنتان للغاز حمولتهما في الناحية الأخرى وعادت مرة أخرى، بالإضافة أيضا يعني دخول هذه الشاحنات. قوات الاحتلال لا تمنع فقط دخول الشاحنات، ولكن حتى عندما تدخل هذه الشاحنات وتجد الأونر وصعوبة في توزيع هذه الشاحنات، وتمنع قوات الاحتلال أيضا منظمات الأمم المتحدة من توزيع هذه الشاحنات، وتترك المساعدات الإغاثية معرضة لأشعة الشمس مما يؤدي لفسادها. وبالفعل هذا ما قد كانت مصر قد حملته لقوات الاحتلال من قبل تداعيات عدم دخول هذه المساعدات ووقف دخول المساعدات. هذا ما قد حدث بالفعل، ووصلتنا أيضا بعض الأنباء عن تسمم لبعض الأشقاء الفلسطينيين بسبب وقوف هذه الشاحنات في الناحية الأخرى في الناحية الفلسطينية تحت أشعة الشمس وهي عبارة عن معلبات مما أدى إلى فسادها. لذلك الصورة بشكل عام يعني مع استمرار القصف في رفح الفلسطينية هي استمرار للمجهودات المصرية لدخول المساعدات من الناحية المصرية وعرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات من الناحية الأخرى. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.